أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما جاء بفك الإدغام قوله: أعدد من الرحمن فضلا ونعمة، أعدد من الرحمن فضلا ونعمة، عليك إذا ما جاء للخير طالب. والمراد جواز الإدغام وفكه عندنا، وإلا فالإدغام واجب في بني تميم وممتنع في الحجازيين. درسي بانجاونويا لدرسكان شرح تسليف تفتازاني ليردا لا إدامي درسي بيجدا كبحثي أو ما ذكرت ك وقت عن في المفتوح ومكسور بو سي لغة هي ومضمون بو تشوار بحث لويو بروكوتاي مضاعفتين على ولوانك و هاتوا أمر صيغة واحدة كي بفكيد غام قولي شاعر كشاعر حسب ظاهر نسبة يندا وبو أبو أسود الدؤلي أم الشارية باشا على أعدد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب. زور معنايك جوان ركوبيكي هي على شاعر دلي وايدا بني باشا بفضل بنعمة لسرخوت لا خداي رحمانه و واي دابني اواد فرمي دايبني لا خداي رحمانه و فضل نعمت لسرتو او كاتك واكسك طالب خير دي بولايت. يعني اگر كسك طالب خير و داوي خير دكاو دي بولايتو اتو اوشتا بفضل نعمتي رحمن بزانه بنسبتي خوتو بو چونك اوشتا بقسمتي همو كسي جنابي لواقع ده قسيكي جوانا شاهدي ايما اللي ركان ده ككارمن بي ارابا كينيا اويك اعدد شاعر ليرة ده صيغي واحد لأمر مخاطبي بفكيد غام بكارينو امجا شارح برحمد بي كويدا كاتوا إما إماش لكوتاي مضاعف دين الأول مراد هذا بحثك أبم الشيوديين الأول مراد جواز الإدغام وفكه عندنا ما بست مقصود لوي كلمي أخير دا باس ما كرت كفرموي وجائز إذا دخل الجزم على فعل الواحد وخلاصي كلهم أبو الشيوية وأمزا بحث كده كأما حجازي وادلين وتميمي وادلين وأمانة باشا هرچن جنابي زنجاني باشا برحمتي خدابي أو بوخي أماجي نكر لمتني زنجاني دا بحجازيان وبتميميان شارح بو بعسيكر علي مبست مقصود أويك دروزبوني إدغامو فك إدغام للائمة. يعني ما بسيتي بلي درست بو إيما إدغامي مضارعي مجزوم كينو أمر مخاطب كين أوش لقولي تميمة وليدكين وبوش من هيك أصلا إدغام نكين أوش لقول حجازي كان وليدكين أما بس درزبون فككية إينا اگر اخو النبي ادغام واجب لا بني تميم ومثل على حجازي كان باشا اهتعوا متائرا قالوا باشا علماء وتويانا عادة دبي قالوا بحجازي كان شتواني حجازي كان وتويانا واذا اتصل بالمجزوم تماشاكا حال الادغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروي رده بالكسر وهو ضعيف
سرنزدن اما بحثي شي وردة على حجازي كان وتويانا يا أسرع علماء وتويانا الله حسب ظاهر باشا ألين وقتك متصل بو بمجزوم لحالة إدغام ده مجزوم يعني مثل مجزوم أو كوق مجزوم وايا چونك لمثال كده كدر ده كوام بس في مزارع يو أمره كأمر مجزوم يو مثل مجزوم وق مجزوم ده وقتك متصل بو مثلا بمثل مجزوم كأمر بي لحالة إدغام ده ها ضميري بيو متصل بباشا يق وجه دروس تلخوين نودا باشا وكتي ردها باشا بالفتح بفتحة ورده بالضم على الأفصحي تماشاك ردها مبست الليرة كاندا بردها تيا جوان لبابتك بحالي ببين أما دقيقا دتوان ملم شوينيكي وردي شرح تسريفة يعني ردها بالفتح فقط فتح دروس لردها ده بو شو كتماشاك ألف مختزي فتح ما قبل كيتي برسالة دي تبشر كاكا ما قبل تي ألف ما قبل كي هايا خدا لك نيا جوابي أول راس ثوايا بيش ألفك هايا بلان كاكا ها لبر أويك حرفك خفية ناديار وق ناديار أصلا حكم نبوي بودكتت ديلنا تيزا ما قبل ردها إما قبل ألفك لردها دا تالك دا بيوم مفتوح دا بيشونك ألف مختزي فتحي ما قبله باشان لرده دا بضمه باشان لرده دا بضمه أعوش لتان تيمتي حسب ظاهر ليرا كان دا لرده دا اقتزاء ضمي ما قبل كدكرت كدالك ها أكل بل أوي أميش كخفية لنتيجة دا وك نبوايا وك أودتك كما قبل كي دال بيو دي مضموم دي بدالك لبر حفظ مدي واوكا أما لدى رده وابك لقل دا الأصل رده جا واوكا بحر مناسبة يكبي حذف بوه لفاقع دا كحذف بوه دي واو تناسبي هي لقل أوي ما قبل كسبيا مضمون بيت دي ليرا دالين ها أقلبين دا دالين ها أكا تشونك خفية وشتيك أوي يعني سبب بوها أكا حكم نبودك للاقع دا أما دالي بنا بقولي أفصح بوهج دالي أفصح تشونك ما قبل واو وكو ألف نية أخ ما قبل ألف ببردوامي دي بمفتوح بيه بلان ما قبل واو نا والله تلوخ أجب نية هميشا مضمون بيه داكريا مثلا مضمون بيه داكريا اشتي چي كجبه لواقع ده باشا وروايات جكلا ودالتي رده بكسر رده يعني بكسر بلان أوتي أو ضعيفة أخفش رواياتي كردوا لبني عقيل باشا رده بكسر بكسري دالك أو كات أو ويك لدواها أكويا قلب كلاو بياء لواقع ده باشا قلب كلاو بياء زأمزا لبل أويا ما قبلك كدالك يا مكسور بلواقع ده زور باشا زأمزا يتلم اللي ردا أجر أبو شو بقلبي أو كلابت أما مشتكي خرابني لواقع ده بو چونك لواقع ده ها أكو كات مكسور ده بيت وقلبي واو كدك لي بيا كاتي كما قبلي ها اكشت بيت مكسور بيت كاتي ما قبلي ها اكا مكسور بيت او ايش هدك لي لينا كان دا مثلا وكبه وكغلامه باشا صعلب نقلي كدو وكتوتي رده بلان او الزعيفة اشتوانا بسراوة او بسراوة ردها فقد بفتحة رده افصحك اويا ردهيش هيا بلان او اشتكي زعيف لاواز لواقع دا ايه زود شاك البته دمزه دو او کومل اشتیکه ده ته پیشه او که اما زور گرینگنین وقت یک فعل مجزوم لحالت ادغام ده ساکنی کی پیو متصل به غیر ضمیر او که مثلا القوم لقل ردا مثلا رد القوم مثلا ردا امزه دو دالک کردا استدا ادغام ته دالک همزه القوم همزه که اول درجه کلام درو لا مساکنی کی بده اما لا اختياري كسر ذكره باشا وشونك اقفك ادغام كده لي اردد القوم يا اذرب القوم تجباوش باجواب لي رد القوم دقيقا اما بزوري وانقدو حتشن بنو اسدش اجازة فتحان داوا مثلا
اوان خوندوان تو انا مثلا فغض الطرفة فغض الطرفة نالا فغض الطرفة دقيقا اشتغل بشيوية زور باشا بله اتر امزا او ام امتي كبو كليرا كندا دقيقا قصي كشي لسالة بلان بي ما بي او اندا كافي بيت او حال وزكا بمشيوية دو هذا فرمي واعلم أن حكم الثلاثي المزيد فيه في جميع ما ذكر حكم المجرد على توبزانا حكم الثلاثي مزيد فيه لمضاعف دا لتواوي أويدا كباسكرا لأمر لغير أمر لهر همويدا حكم المجرد حكم الثلاثي مزيد فيه حكم الثلاثي مجرد يعني أوشتاني كبنسبة الثلاثي مجرد مضاعفه باس ما لكر دقيقا هر أوشتانا بنسبة مضاعفي ثلاثي مجرد وكباسمان لكر دقيقا هر أوشتانا بنسبة مضاعفي ثلاثي مزيد فيه وإعمال لكرين ببه فرق فرق وإن لم يذكره المصنف حتى المصنف ذكري حكم ثلاثي مزيد فيه نكر هكذا يتوب حكم ثلاثي مزيد فيه مصنف لمتن زنجاني دا فقد بحثي لثلاثي مجرد كرت باشا بو او كارينك اكتفاء بالاصلي اما لبر بصندك دنو قناعتك دن باصلك يعني اصلك وقت الثلاثي مجردة شونا دي فرعك شرب وشو دبي تخو فرعك شتي زياتي دي لواقع جا ام جا فليعتبره الناظر هاي يعتبره اتيتو بو اصلك يعني با او كسا كنازر ودروانية ام بابة الصرفيانة با اويك لاصلك دا كثلاثي مزيده بل كثلاثي مجرده اوي اصلك كثلاثي مجرده مصنف ذكري كدوا با او كسي كنازر اوي العلم صرف دا با قياس بك باشا بوصل حكم مجردك يانا فليعتبرها ببنبو ثلاثي مزيد فيه با ثلاثي مزيد فيك نازلك اعتباري بك يعني تيني اعتباري بك يعني قياسي كانت تصير حكم مجردك مجردك شونا ثلاثي مزيد فيه أو شو لك وهكذا أنه ثلاثي مزيد فيه ببول إيه ولا يخفى شيء منه على من اطلع على من اطلع على ما ذكرناه وشاراونا به هشتك منه يعني لحكم ثلاثي مزيد فيه تتبوه شاراونا به هشتك لحكم ثلاثي مزيد فيه بسر كسيكا ك آگای لوش تا به که ما باسی وشتم اکل های ذکر نوسته تو بوم اکا یعنی اگر کسیک آگای لو بیه که ایما چی من باس کردو لسلاسی مجرد دا ایت تازه به نسبت سلاسی مزیدو فیه که هیچ تکیلی شعراو نابه یعنی اگر تو هاتو لسلاسی مجرد که مضاعف حاضی بوی ایت هر بو خود دتوانی ایشی مضاعفی مزید که با اگر لمجرد که حاضی نبوی نا والله اصلا وابدا به الشبك لوجدا يشد بوناكلو بوجيبا جناكلو لاقد سكيزوتشون باشان وتقول في اسم الفاعل ماد بالادغام وجوبا لاجتماع المثلين مع عدم المانع والتقاء ساكن على حده والاصل ماد تولى اسم فاعل مضاعف دالي ماد بادغامه كحال وادغامك وجوبيه باشا بو الاجتماع المثلين ما عدم المانع إلا بل أو مثلين كدو دالكا كوبونوا لقل نبوني مانع يعني لقل نبوني هيتش كامل ومانع أنا يا نبوني فاصلك لبيني أو دو حرفة أو إياما جيب وكاليس مفرد أو هي مانع هي لاقدة وباشا والتقى الساكنين على حده بالإضغام والتقاء الساكنين على حده بإدغام وعطف كيتو بس إدغام باشترا توليس فاعل دا ماد دخينو بإدغام بالتقاء الساكنين على حده التقاء الساكنين ماد لبين ألف كودال أولا كذاك التقاء الساكنين على حده والتقاء الساكنين ككل بيش دا باسمان كل مختفر عنه تاولي فوشي لك لأن الساكنين والكوا أو حرفي لينك يا مدك يا باشا كباسمان كل ساكني دوم كذلك مدغم على كلميتش حرفيتش كذا وباشان هل ساكني كلا كلمه دا او شتج دا زبغني شتكاتو زي ولا سلو مادي دوم يعني كسري دا لك كمان حركه دا لك كمان حذف كدو ساكن ما كلو لدال دوما دغما كرت ما داني ما دونا دقيقا او الليره كان دا وكو دبيني او اي تسنيكي بحاطي رفعه
مادني دتواني وخين وحاطي نصب جركي مادونا جمع ورفعكي مادينا أو بو نصب جركي باشا ومادرة أو ليرا كندا تيبي دلن أو جمع كيتي عمزة مؤنسة كي مادة مادتان مادة ومواد مواد وصيغة متجمعة كالألفاظ الجمعية مكسرة. وتقول في المفعول في اسم المفعول لا اسم مفعول دادلي تو لاسم مفعول دادلي عرض بريخهم كم ممدود كمنصور ممدود وكو منصور من غير إدغام البابي إدغام بو لحلول الفاصل بين حرف التضعيف لبر بوني فاصلة لبر حلبون بوني فاصل بين دو حرف التضعيف يعني بين دو ذلك دا أو فاصلة كواوكي مانع على إدغامه الواو كواوكي فهو كصحيح بعينه اسم مفعول ثلاثي مجرد لمضاعف دا حروكو اسم مفعول صحيح ويا بعينه هكذا حروك عيني صحيح ويا إذا رفرقين زور شاك. وأما المزيد فيه أما مزيد فيه يعني اسم مزيد ثلاثي مزيد فيه فاسم الفاعل واسم المفعول منه تابع للمضارع اسم فاعل واسم فلك تابع منه لمزيد فيه كلاب ومضارع يعني خوي سربخونية إذا فإن كان من الأبواب المذكورة يجب إلا يمتنع أجر لو بابانا بي كباس كلاوكو مثلا إحمر وإحمار وإقشعر وأوانا دي محمر مقشعر مثلا أو فرغنا هكا أوكو أوان دبت إيه أو واجب دبت وإلا أجر لو أنبو يمتنعو إدغام تيدا ممتنع على وقت. وأما الرباعي فلا مجال للإدغام في أصله. أما رباعي رباعي نسي يعني وكو وقترا وكو ويا بقترا ليلة دا دي وقت آوى أمانة باسكر أي حال وضع اسم فعل اسم فعل رباعي دا شونا أري إدغام تيا واجبة يا ممتنعة أجد الله. وأما الرباعي فلا مجال للإدغام فيه أصله. رباعي ثلاثي رباعي مجردك مزيدك فلا مجال إدغام فيه أصلا ريغانية درفدنية بو إدغام فيه لرباعي دا بقطعي بشوك فاصلة هي مثلا لبيني فاعل فيلو عين الفيل لبيني فاعل فيلو لام الفيل أول دا عين الفيل فاصلة هي لبيني عين الفيلو لام الفيل دوم دا لام الفيل أول فاصلة مثلا أو تاو أو تاو أمزة دفرمي فهذا يعني أمزة أوك دوا تاوبوني أم بابا تكلا برساوتانا أوان تشمير الذيل باشا لتحقيق المعتل والمهموزي كاتي أها تشمير ذيل تشمير ذيل كناية لحولدان وكوشش كابراء قبشوينكا دروات داوينكي كمثلا خريك قراوي دبي يابناو تقلو دركو دالا دروا داويني لباسكي اما كبان طولمان لبدايا حالي داتواني بوشتي لندرد على كاتي اوه هاتوا باشا يعني كاتي جد وصعي وكوشش هاتوا بو تي لتحقيق المتلي والمحموزي بو روخستني روي واقعي متلي ومحموز فنقدم المعتل على المحموزي امري لداوا هاتوا بلان دكري فقد دمج بإشكالي تدانية إما معتل في مهموز دخين يا مستنيف في شيخة شير شيخنية بو لما لبر أوي له هيبو معتل من الأقسام والأبحاث ما ليس للمهموز يعني دليل لمعتل لمهموزة جنابي عندي لبير جباسي معتل لك بو چونك معتل كومالا أبحاث وأقسامي هي كمهموز أو أبحاث وأقسامين كومالا بحث لمهموزة لما معتلاتها هي كلمهموز دانية باشا فكأنه يحرك نفس السامع في طلبه وابيدت مصنف بجولين باشا خدي مخاطبك في طلب لطلبي معتلين واباسي معتلك كوا مخاطبك وجولين بالي بيواني لبحث معتل بو هولي معتل بدولة معتل حالي بو شوك لكونه أكثر بحثا باشا لبداوي معتل بحث بابتكاني زورترن لبحث بابتي مهموز اتروكو تاي بحث مانو والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.